شهدت إحدى مسقوفات ما بين الحرمين الشريفين حفلا تأبينيا على أرواح الشهداء الأذربيجانيين الذين سقطوا أثناء تحرير أرضهم التي اغتصبت من قبل الأرمينيين. وهذا الحفل نظمته مجموعة من طلبة الحوزة الأذريين بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة. هذا البرنامج وهذا المجلس التأبيني أقامه الطلبة الأذريون الدارسون في حوزة النجف الأشرف لتخليد ذكرى شهداء أذربيجان الذين استشهدوا في حرب قرباخ. تعرفون أن قرباخ منطقة أذربيجانية احتلها الأرمانيون تقريبا قبل 30 سنة، 27 سنة، وقبل شهرين الحمد لله قام شبابنا الأبطال بحرب خاضها شبابنا حسينيون وحرروا معظم أراضينا والحمد لله رب العالمين. كررا أنا حضرت عندهم ندوات ومجالس وكذلك بحوث يقيمونها ومهرجان الربيع وما إلى ذلك. هذه المهرجانات واقعا العتبة العباسية تقيمها بقوة ونشاط حيوية كبيرة جدا. أسأل الله تعالى أن يوفقهم ويدفعون القضية إلى الأمام أكثر من هذا إن شاء الله تعالى. مجلس تأبيني حضره عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية من ضمنهم السفير الأذري ومحافظ كربلاء المقدسة وعدد من الشخصيات الدينية المرموقة وطلاب العلوم الدينية في كربلاء والنجف الأشرف.